المغرب يسير بثبات نحو التموقع كدولة منتجة للغاز والنفط. تفيد التطورات الأخيرة التي أعلنت عنها شركة شاريوت البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز الطبيعي في سواحل العرائش المغربية، وقرب الشروع في تسويق الغاز الطبيعي المستكشف ونقله عبر الأنبوب الغاز المغاربي، أن المغرب يسير بثبات نحو التموقع كدولة منتجة للغاز. وعمليات التنقيب المتواصلة تضع المملكة على طريق الدولة النفطية. في المستقبل اتسارعت وتيرة عمليات التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، مما يؤشر على أن المملكة ترغب بقوة في تحقيق أهداف الأمن الطاقي والتموقع ضمن لائحة الدول النفطية. وفي هذا الصدد تطرقت مجلة ذا أفريكا ريبورت أن المغرب متشبث بإمكانية تحقيق الحلم الأكبر بإيجاد حقول بترولية تدعم الحضور الطاقي في البلاد.